كل واحد يعكر حياتك بعيدة عنه. معي مثل ما احنا نبتعد عن السكر حتى ما يصيبنا سكري، وعن الملح حتى ما يصيبنا ضغط، وعن المأكولات والمشروبات حتى ما يصيبنا أمراض، كل واحد يعكر حياتك بعيدة عنه. الراحة النفسية تأتي بالراحة الجسدية، لا أحد يستحق أنك تعكري حياتك عشانه. عيشي ملكة، من أرادني فليكن تحت شروط سعادتي وإلا فلن يدخل مملكتي. بس علمتي؟ بس عيشي ملكة.